السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. فرصة وحيدة كانت بخطأ دفاعي بالتغطية مع حارس المرمى إلى الآن، وأحمد الرياح الآن ونعب كرة اللي صالح سالم فتحي ويتابع العجمي والرياحي، جول أول لصالح النصر في المباراة، جول أول، جول أول، وأحمد الرياحي بيسجل حضوره بمتابعة ثلاثية لصالح النصر، ثلاثية بهجمة ثلاثية ما بين نصر العجمي وسالم فتحي، وبالنهاية وقع على أول الأهداف أحمد الرياحي. القوة الضاربة في هجوم النصر، شوف أحمد الرياحي صنع فرصة رأسية إلى سالم فتحي شالها الجناعي، لكن العجمي لمسها لمسة إعطاء فرصة لزملاء ليتابعها أحمد الرياحي بهدف جميل الحقيقة، بمتابعة لمسة العجمي إلى رأي هدف أول إلى مشعل فواز، هذه المرة حلوة وهذه المرة لازم جول، وبتمر وبتمر طال العجمي، الله الله صح، هذه المرة صح من طلال العجمي، أكثر من هذه اللعبة جمالية بنقل كومي، شوف شوف النقلة الجميلة من مشعل فواز إلى المتابع الأحلى من أحمد الرياحي إلى المثالية في التمرير، كان مركز والفرصة ما ضيعها طلال العجمي.